السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم اخواني اخواتي، جمعة مباركة وكل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تكونوا بألف خير. تحياتي لكم جميعا اخواني اخواتي. اول شيء بغيت نوصل واحد الرسالة تعزية الاخ اجمل ديكور، لان الام ديالو توفات الله يرحمها ويرحمنا جميعا ويجعل مثواها الجنة. والله يصبرك اخويا اجمل ديكور، تحياتي لك يا اخي وتعازي لك والاسره ديالك الكريمه، فقدان الوالده ديالك الله يرحمها في هذا الشهر وفي هذا رمضان، ان شاء الله تكون من اهل الجنه والجميع موتى المسلمين والمسلمات. بارك في راسك اخويا اجمل ديكور. في هذا الفيديو اخواني اخواتي، في هذا الفيديو اخواني جيت نهضر لكم ايضا على موضوع الانسان يواظب على تنزيل الفيديوهات على قناته. ما يمكنش يا اخي اختي تنزل فيديو كل شهر وبغيتي واحد التفاعل يكون في القناه ديالك، دير واحد توقيت زمني محدد اللي هو يخليك او يتخليك انك تنشر الفيديو على قناتك، يعني سواء فيديوين في الأسبوع أو 3 فيديوهات في الأسبوع. لو كان ممكن أنك تنشر أكثر فركز على المحتوى الحصري اللي موجود من الكاميرا ديال الموبايل. ثاني شيء اهتم بقناتك واصبر واعطي كل الجهد ديالك باش هاد القناة ديالك تكبر. كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي، ضروري الواحد ينشر الفيديوهات ديالو، لما لا يدير اللايف ديالو باش يتكلم مع لا كوميونيتي ديالو او الجمهور ديالو اللي كيتابعوا على منصات اليوتيوب وفي القناه ديالو. وهادشي اللي كاين اخواني اخواتي، هي نشروا الفيديوهات، حاولوا انكم ما تسلموش وانكم تخدموا لكل مشاهدين لكل مشاهدين دي نصيب، الانسان من جد وجد ومن حصد زرع، ان شاء الله يا رب تحققوا احلام ديالكم كاملين، ومنيت لكم بالصحه والعافيه. وبطبيعه الحال كنوصل المره الثانيه ديالي التعازي الاخ اجمل ديكور، فقدان الوالده ديالو الله يرحمها في هذا النهار، وبالتوفيق لكم اخواني اخواتي. نشوفكم في فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لايك، اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه فضلا وليس امرا، ونشوفكم في فيديو لاحق ان شاء الله. يلا خليكم على خير، دمتم سالمين في امر الله. باي باي.